السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام تحيه طيبه مباركه تقبل الله صيامكم اليوم نتكلم عن شيء مهم جدا وسبق ان تكلمنا على ان الله سبحانه وتعالى شرع هذا الشهر رمضان الابرك ليعلمنا بعض الاشياء التي نحن غافلون عليها والله سبحانه وتعالى يريدنا ان نكون في احسن حال وان نكون بصحه جيده وفرض هذا الشهر يعني كهديه منه سبحانه وتعالى ليبقى هذا الشخص دائما ان شاء الله معافى في بدنه فتكلمنا على ان رمضان يعلمنا الجوع والله سبحانه وتعالى هذه المدرسه الكبيره يعلمنا الجوع فقط يجب ان تتعلم الجوع فكما يعني تاكل يجب ان تصوم لا يمكن ان تاكل بدون ان تصوم واليوم نتكلم عن بعض الاشخاص وبعض الحالات الذين يجب ان يصوموا حتى خارج رمضان، ليس رمضان لا يكفي، يجب ان يصوموا خارج رمضان. اما يومين في في الاسبوع اما اسبوع في الشهر من اراد ان يصوم اسبوع هكذا يعني متتابع في الشهر ان كان يقدر لم لا؟ عليه المهم ان يصوم الشخص وحتى الغير المسلمين حتى غير المسلمين يجب ان يفكروا في هذا العامل لان اذا لا يعني ارادوا ان ليس الصيام نحن نصوم صيام شرعي يعني كما اراده الله ونحن نعبد الله وفي نفس الوقت نستفيد منه لماذا اذا كنا سنجوع فلماذا لا ننوى الصيام ونصوم انا اتكلم خارج رمضان فبالنسبه لغير المسلمين ممكن ان يجوعوا من الصباح الى المساء ولكن كذلك هذا الجوع يجب ان يكون بطريقه يعني جيده وبطريقه يعني صائبه فاذا جاعوا من الصباح الى المساء يعني 12 ساعه 14 ساعه يعني 16 ساعه يكون احسن فيجب في ان لا ياكلوا في الليل ويجب ان لا يتناولوا اشياء ثقيله لما يعني يقوموا بهذا هذا الجوع لا يجب ان لا ياكلوا لحوم وان لا ياكلوا اشياء هكذا بالنسبه للمسلمين طبعا فهم يعرفون كيف يصومون ولكن يجب ان تكون وجبه الافطار وجبه خفيفه خارج رمضان خارج رمضان يجب ان تفطروا باقل شيء ممكن لان في اليوم الثاني الانسان سياكل أن يشرب ماء دافئ تمر ثم يأخذ بشربة خضر أو سلطة خضر ثم يتوقف عن الأكل لكي يزكي هذا الصيام لأن في اليوم الثاني سيأكل وعليه سيتناول فأولا جميع الأشخاص الذين يتناولون وجبات ثقيلة في المساء جميع الأشخاص الذين يتناولون وجبات ثقيلة في المساء يعني خارج رمضان أتكلم خارج رمضان يكونوا في عزومة يكونوا في عرس يكونوا في فرح يكونوا في أشياء هكذا ثم يتقل المعدة باللحوم آه يأكل لحوم بكثرة وحلويات في نفس الوقت ويملؤونها فيجب أن يصوموا في اليوم الثاني إذا لم يريدوا أن يصوموا إذا ما أحبوا الصيام يجب أن لا يأكلوا شيئا في اليوم الثاني أن يشربوا ماء آه إذا كانوا لا يريدون الصيام أو كانوا غير مسلمين آه فممكن أن يشربوا ماء أن يشربوا شاي أن يشربوا هكذا ولكن أن لا يأكلوا في اليوم الثاني ليترك الوقت للجسم كي يستنفذ هذه الطاقه وهذه الاشياء التي اخذها انتم تعلمون ان ما يكون مثلا اكل ثقيل في الليل ما يعني ففي اليوم الثاني يكون ارتخاء، يكون كسل، يكون شيء، فاذا افطر الشخص باشياء كثيره ثم تغدى الى اخره، فهذا الشخص في المساء سيكون لديه دوران وسيكون لديه مغص ويكون لديه يعني تخمرات وانتفاخات وسيكون قلق وضجر الى اخره، وهذه هي الحاله التي يترتب عنها تترتب عنها الامراض، هي لما تاكل كثير وتتبع الاكل هذا تتبعه باكل اخر. هذه هي الحالات التي يعني تتسبب في يعني في الامراض هذا حاله هذه الصيام هنا اجباري يعني يعني هذه اذا ارادوا ان يبقوا يعني بصحه جيده هذا هو شانه اذا اردت ان تبقى بصحه جيده اذا اكلت كثير في الليل لحوم الى اخره فاليوم الثاني يجب ان لا تاكل او تصوم من الاحسن ان تصوم لماذا لا؟ بالنسبه للمسلمين ان يصوموا بالنسبه لغير المسلمين ان لا ياكلوا في اليوم الثاني هذه الحالة الأولى الحالة الثانية النساء الحوامل المرضعات حوامل المرضعات خارج رمضان وليس في رمضان خارج رمضان لأن سيصومنا يوم أو يومين فيعني في لا يؤثر على المرأة فيجب أن المرأة بعد الحامل بعد الثلاث أشهر الأولى لأن يكون عندها تقيؤات يكون عندها أشياء هكذا فبعد الثلاث أشهر الأولى يعني الشهر الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن هذه فممكن يجب أن تصوم يجب أن تصوم واجب عليها الصيام من الناحية الصحية وليس الشرعية إذا لا كانت لا تريد أن تصوم فيجب أن لا تأكل يجب أن تجوع مرتين في الأسبوع وثلاثة ثلاث مرات في الأسبوع يجب أن تجوع لماذا؟ لأن هذا عامل الصيام هو ديتوكس يعني هو تنظيف الجسم وتطهير الجسم من الخلايا الغير مرغوب فيها ومن الأشياء الغير مرغوب فيها في الجسم وهذا هذا الجنين في بطنها فهو يتلقى جميع الاقتياتيات عبر الدم فاذا كانت اولا يجب ان لا تاكل اي شيء أن لا تاكل خارج منزلها وان تكون يعني اكلها نظيف ان تطبخ في منزلها وان تاكل اشياء طبيعيه وطبخ المنزل ثم يجب ان تصوم لان الصيام ضروري للجنين لان الان اطفال يزدادون بالتوحد اطفال يزدادون ب يعني بامراض مناعيه اطفال يزدادون بالسكري، أطفال يزدادون بالسكري اطفال يزدادون بالسرطان هناك اطفال يزدادون بالسرطان فهذا المراه كي يعني تضمن على الاقل يعني كي نحن ناخذ بالاسباب اما لا يمكن ان نضمن ناخذ بالاسباب على الاقل وهي اسباب يعني جيده فيجب على المراه الحامل ان تفكر في الصيام وان تاكل في منزلها وان تتناول اشياء جيد لان هذه الاشياء لا الان ستكلف المجتمعات تكلفه باهظه الأطفال التوحد الان لا يمكن ان يذهبوا الى المدرسه وهذا الاطفال يعني يلزمهم شخصي قابلهم يعني لا يمكن يعني هذا الطفل ان يتركوه هكذا ولما يكبر نفس الشيء وسيكلفون اشياء ثقيله للمجتمع لن يقدر المجتمع على التوحد يعني 20 سنه و30 ساعه سنه اذا كانت النسبه يعني اذا بقيت النسبه على الوتيره التي يرتفع بها الان يعني لن يقدر لن تقدر الدول على على التوحد لن تقدر على لان سيكون ثلث السكان كلهم توحديون ويعني لا يعملون اي شيء ولا يفعلون اي شيء ويلزموا يعني اشخاص سيلزمون الدوله ولا ولا, ولا اهاليهم في كلتا الحالتين الاشخاص يقابلونهم يعني يقومون يعني يعتنون بهم فالمرأة المرضع نفس الشيء المرأة المرضيع نفس الشيء هي والحامل نفس الشيء لأنها ترضع الطفل وأشياء تمر من الحليب هناك أطفال الآن أصابتهم الحساسية في الشهر الثاني والثالث هناك أطفال أصابتهم الصدفيات في الشهر الثالث والرابع الطفل بدأ يحك وخرج فيه يعني طفائح يعني على جسمه هناك أطفال يعني ما شاء الله ظهر عليهم سرطان سرطان يعني في العام السنة الأولى والثانية هناك أطفال يعني ظهرت عليهم أعراض يعني لازالوا يعني يعني في الرضاعة الرضاعة ولازالوا يعني ما شاء الله ثم المسنون النساء والرجال النساء اللي عندهم مشكل هذه القضيه يعني سن الياس هذه الحراره يعني المراه يعني تصاب يعني بارتباك كبير وبعدها يكون يعني هشاشه العظام فيجب أن تصوم هذه المرأة يجب أن تجوع في هذه الفترة يعني هذه الفترة ما قبل سن اليأس إذا أحست بأعراض خطيرة يجب أن تصوم أن تتوقف عن اللحوم وتصوم النظام النباتي وتصوم وإذا صمت ألا تأكل في الليل وكذلك الرجال الرجال عندهم يكون عندهم اتفاق البروستات يعني المشكلة عند المسنين يجب أن يصوموا أن يقطعوا اللحوم وسكر الدسم والسكر ممنوع على المسنين يعني خمسين سنة فما فوق يعني ممنوع اللحوم ممنوع السكر إذا الشخص كان يتحرك وأكل اللحم مرة في الشهر ومرة أي شيء ما لا يضر نحن لا نحرم ولكن نحن يعني نمنع اللحوم لأن هؤلاء مرضى يعني هؤلاء مرضى وشيخ عنده سبعين سنة ويخرج في الليل عشر مرات ويأكل اللحوم فليس هناك حل أنا أقول ليس هناك حل يعني لا, لا يمكن لماذا؟ لأن مسببات في هذه إنتفاخ تضخم البروستاتا هذه هي الدسم المشبع والكوليسترول، ثم هذا الشخص لا يتحرك ولا يصوم فيجب أن يصوم وأن يتحرك وأن يقطع اللحوم إذا أراد أن يعيش بسلام يعني في هذا ما نسميه الآن يعني شيخوخة يعني هذه، ثم النساء نفس الشيء إذا لا يعني ما يكونش عنده يعني هشاشة العظام إلى يجب أن تصوم الصيام هذا بالنسبة للمسنين الصيام ضروري، الصيام يعني يساعد على الاوتوفاجي على هذه الالتهام الذاتي وهو ينظف الجسم من الخلايا الخبيثه ومن الاشياء يعني الخبيثه التي تكونت في الجسم هذه. ثم يعني هناك مثلا اشخاص لا يفكرون في الصيام والصيام ضروري واول مره عليهم يعني اول مره سيسمعون هذا الخبر وهذه الاشياء التي سمعتم يعني بعد اسبوع أو اسبوعين يعني ستسمعون تتردد في الاذاعات وفي المواقع الى خيرها يعني سبحان الله ناس لا 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 معلومه لديهم ولا مشروع لديهم ولا اي شيء لديهم يستمعون ما يقول الاخرون ثم يركبون على 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 هذه الاشياء ولكن هذا هذا الميدان يفضح يعني المتطفلين عليه الناس اللي عندهم رياضه الاشخاص الذين يقومون بريادة اما يكسبون منها ويعني بالعكس هذا ليس عيب كسب حلال اذا كان يكسب من هذه الرياضه كان رياضي محترف ويكسبون من هذه الرياضه كانوا رياضيين يعني هكذا يعني إيه، هذو اللي كنسمي الذين سميناهو حنا الان هذا محبي الرياضه والذين يعني إيه، اما يحترفون الرياضه او يمارسون الرياضه فالرياضي يجب ان يصوموا الصيام يعني اجباري وضروري للاشخاص الذين يقومون برياده، لماذا؟ لان الحجامه والصيام لان الحجامه يعني بالنسبه للرياضيين ولقد الناس راوا وتفاجؤوا في الالعاب الاولمبيه لما راوا هذا الاشخاص هذو حجامة هذو اللي اصحاب الميداليات الكبرى كلهم كانوا حاجمين هذو فالرياضيون هذو الذين يمارسون الرياضة الحجامة ضرورية وإجبارية مرتين في السنة أو ثلاث مرات في السنة أو أربع مرات في السنة لماذا؟ ثم الصيام هو ضروري لأن هذا الرياضيين يفكرون في بناء الجسم ويفكرون في الأكل ولكن لا يفكرون في الصيام والصيام ينظف الجسم وإذا تنظف الجسم طبعا فكل الأشياء التي يأكلها هذا الرياضي ستنفعه الرياضيون ممنوع عليهم مواد صناعية لأن فيها مضافات غذائية ويجب أن يقوموا بحجامة وأن يصوموا الصيام ضروري للأشخاص اللي عندهم إيه يقوموا بهذا الرياضة ثم الصيام بالنسبة للمرضى هناك أمراض كثيرة ينفع فيها الصيام من منها منها السمنة من منها ارتفاع الكوليسترول من السندروم ميتابوليك سندروم هذه هذه من متلازمة يعني الأيض أشياء كثيرة يعني هذه المرضى اللي يجب أن يفكروا في الصيام يعني ما عدا الأشخاص اللي عندهم أدوية تقيلة أمراض تقيلة يتناولون أدوية الأشخاص اللي عندهم مثلا يعني هذا التصفية كلية هذا الدياليز والأشخاص مثلا اللي عندهم أخذوا حصة الكيميوثيرابيا مباشرة بعدها لا يمكن يصوم ثم هذا السكري النوع الاول الذين ياخذون انسولين وحتى اصحاب السكري يجب يعني ان يجدوا طريقه العيش بسلام هناك اصحاب السكري اجتهدوا يعني وسبحان الله كثير من مصابين بالسكري اجتهدوا يعني وقفوا هذه الاقراص يعني خصوص السكري النوع الثاني وهناك أشخاص تحسنت حالتهم جيدا لماذا لأن الناس صاحب السكر يجب ألا يبقى هكذا جالس مكتوف في الأيدي ويعول على الأدوية وعلى وعلى المستشفى يجب أن يفعل أشياء لأنه تحت المراقبة يعني هو يقيس السكر في كل دقيقة الآن يعني. العلي ما عندنا مشكل مع السكر يعني فأي حاجة يفعلها إذا طلع السكر يأخذ أنسولين إلى ما كانش رأي جيد فلماذا الناس الآن يخافون ويعني يعني مرعوبين من 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 الصيام والأشياء فيقيس السكر فقط يبقى تحت المراقبه ثم ينظر هل يمكن او لا يمكن فما عدا هذا الناس هذو اللي ما على الصيام اما الامراض الاخرى يجب ان يصوموا المصابين بالسرطان بعد العلاج يعني لما ياخذ حصه كيميوثيرابي جرعه كيميوثيرابي ما يمكنش يصوم لا يصوم ولكن اسبوع بعدها يجب ان يصوم اسبوع بعدها يجب ان يصوم الصيام ضروري للمرضى لماذا لانه الصيام ينظف الجسم ويعطي يعني مناعه للجسم ويزيد في قوه الجسم التي يعني تجعله يتصدى بنفسه يعني لهذه الامراض الاشخاص اللي عندهم مشكل على الحساسيه مثلا اصحاب الحساسيه لأنهم يعني عندهم حساسيه يجب ان يصوموا فالحساسيه تحد يعني من الصيام يحد من الحساسيه لكثير ان يصوموا وان يراقبوا التغذيه لان يعني التغذيه تسبب الحساسيه طبعا يعني ان ياكلوا طبيعي ما امكن وان يراقبوا الاشخاص الاشياء التي تسبب لهم حساسيه فهناك من يتكلم عن الهيستامين اصحاب الهيستامين اذا ظهرت الطفائح الهيستامين ممنوع 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 ثلاث مرات المواد الحيوانيه السمك اللحوم الحليب البيض الدجاج الديكرم جميع المواد الحيوانية بما في ذلك السمك الذين ظهرت عن طفائح الهيستامين هذه هذه، يجب أن يتوقفوا أن يكون نباتي محض نباتي مية المية يعني ما فيش ما معاش رائحة رائحة الحيوان ثم ينظروا إذا كان تحسن وإذا الأمور شافهم يجب أن يتدخل الشخص هو يجب أن يفعل شيء لا يمكن أن يبقى الشخص هكذا جالس وينتظر الأدوية وينتظر الإجابة على الناس أن ينظروا في حياتهم وأن يقوموا هما بدراسة حياتهم فهذا شيء أصبح مهم الآن يعني وضروري فيعني المرضى الرياضيون المسنون المرأة الحامل المرأة المرضي هذه الأشياء هذه خارج رمضان أنا أتكلم عن خارج رمضان يعني في الأشهر الأخرى يجب أن يفكروا على الأقل في الصيام لأن رمضان ما هو إلا ليعلمنا الجوع يعلمنا الصيام المسلمون ممكن أن يجوعوا إذا أرادوا أن لا يصوموا جيد جيد فليجوعوا ويشربوا ماء إذا كان لا يحب الصيام اشرب ماء اشرب شاي إلى آخره أشياء بسيطة ولكن لا يأكل لا يأكل وفي المساء كذلك أن 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 يبقى حتى اليوم الثاني أن يأخذ شربة خضر أو يأخذ شربة قطان يعني هذه بقوليات او خبز او شيء بسيطة هكذا ثم يبقى الى اليوم الثاني بالنسبه لغير المسلمين يجوعوا ثم لا ياكلوا نفس الشيء لا ياكلوا في اليوم الثاني سيأكلون يقوموا برياضة. يعني يقوموا هذا يصوموا يقوموا برياضة هذه يعني يعني مساله مفروغ منها هذه لا يعني هذه لا لا نتكلم عنها